السلام عليكم، صباح النور والفل والياسمين لأحلى متابعين في الدنيا. المهم إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وكامل لاباس، ومرحبا بكم في قناتكم أفكار وديكور نورية. اليوم إن شاء الله جبت لكم تحلية أو كيكة بالدلاع أو البطيخ، تجي من أروع ما يكون. اكتشفوا يعني تبعوا الطريقة وريحة تكتشفوا الوصفة أو التحلية. تهبل 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 والذوق، واش نقول لكم عليها. تابعوا حبيباتي ومتأكدة بريحة تعجبكم هذا التحلية. كما تشوفوا تجي متماسكة، فقط لازم تخلوها في الثلاجة، كل طبقة تخلوها تتماسك في الثلاجة. المهم نبدو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي الدلاع، او حتى تقدري تعملي البطيخ. رايح قشرته ورايح نقطعه قطع القطع اللي تحبيها انتيا، ورايحه ان نكسيها بالميكسر او تقدري عادي بالبلندر. المهم قطعتها قطع صغيره ورايحه نحطها في الطاس تاعي، وراح نمكسيها. نكمل كل الحبات نتاعنا تاع الدلاع كما تشوفوا، راح نمكسيها بالميكسور، فقط بالميكسور كما تشوفوا في الصورة. هنا رايحة لابد نصفيها، صفي العصير تاعك، أنا كأنه عصير نصفيه مليح. نتمنى حبوباتي تعجبكم هذه الوصفة وتكون في الحسن الظن تاعكم. المهم نشكر كل حبايبي، نشكرهم على التعليقات الحلوة وزوينة كما هما. وما تنسوش اللايك والاشتراك والمشاهدة والشير، جزاكم الله خيرا. المهم صفيت كل العصير تاعي تاع الدلاع، وراح هنايا نبدا نحط له ملعقتين سكر، واللي تحب الحلاوه اكثر توضع اكثر من ملعقتين سكر. نعرفوا باللي الدلاع يجي شويه حلو، ملعقتين سكر فقط. حنضيف له هنايا 4 ملاعق فرينه اللي هو الدقيق الابيض، باش التحليه تاعنا او الكيكه تجي متماسكه. ولابد نصفي الدقيق تاعي مليح، الدقيق الابيض 4 ملاعق دقيق ابيض، ملاعق تكون كبيره. نصفيها ونخلط جيدا الخليط تاعي، لابد يعني تخلطه جيدا حتى يعني ما تبانش هذاك الدقيق الابيض. نحطها على نار تكون متوسطه ونبدا نخلط حتى يتقلينا هذاك الخليط. وهنا توضعي في المول اللي حبيتي توضعي فيه، كما تشوفوا هاوينا عندي هذا المول. كما تشوفوا الخليط تاعنا ثقيل، تقدري تقليه اكثر من هكذا، لكن حبيت الطبقه هذا الاولى تكون شويه ماهيش ثقيله كثير. المهم حطيته في المول وخليته في الثلاجة حتى يتمسك لينا. كي يتمسك لينا نولو للطبقة الثانية. الطبقة الثانية هي كما شفتو كأسين حليب، كما شفتو بهذاك الكأس، يعني كيلت بهذاك الكأس كأسين حليب. نضيف له 3 ملاعق سكر، لأن هنايا ما عندناش الحلاوة، تقدروا الحلاوة كما حبيتو يعني الذوق تاعكم. 3 ملاعق سكر، كذلك الدقيق الأبيض الملعقة الأولى والثانية والثالثة، 3 ملاعق دقيق أبيض اللي هو الفرينة. لابد نصفو الدقيق الأبيض تاعنا، نصفو مليح بلا ما ننساو. عفوا نذكركم بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى على أفضل الصلاة وأزكى السلام. نخلط جيدا الدقيق الأبيض
ونحطها على نار متوسطة حتى تسقل لنا الطبقة الثانية الثانية. ما تشوفوها هي تقلت لينا، يعني ما تقلوهاش بزاف، احنا نوضع لها ملون ابيض، ملون ابيض باش يعطينا هذاك اللون الابيض في يعني الطبقه الثانيه تاعنا. ونخلط كذلك جيدا. من بعد هنايا لها الطبقه الاولى راهي تماسكت لينا، نضعها فوق الطبقه الاولى. وهنا خلاص راهي تقلت لينا الكريمه او التحليه، نحطها على الطبقه الاولى ونبدا نسوي فيها جيدا. من بعد نخليها في الثلاجه حتى تتمسك لينا، بعد نبداو في الطبقه الثالثه. بلا ما ننسى يعني ان رساله شكر الى اخي اتوميكس واخي قلب الإسلام وكل كوادر المجموعة، ونقول لكم ربي يجازيكم كل خير على الدعم والتعاون، وكل مجموعة الصدق والتعاون ربي يحفظكم، وإن شاء الله ربي يفرحكم ويدوم إن شاء الله الصدق والتعاون بيننا. المهم راح نسوي مليح الطبقة الثانية وخليها في الثلاجة، ونبدأ الطبقة الثالثة اللي هي كاس ماء كيلت بنفس الكاس اللي كيلت بيه في الأول. كاس ما فقط، ملعقتين سكر. اللي تحب الحلاوة دائما على حسب الذوق تضيف يعني السكر أكثر. المهم نضيف الفارينة ودائما نصفيها، الملعقة الأولى والملعقة الثانية، وراح نخلط جيدا. وضعت ملعقتين فرينة اللي هو الدقيق الأبيض، خلط جيدا ونحطها على النار تكون متوسطة حتى تسقل لينا الكريمة تاعنا. كما تشوفوا نضيف لها هنا ولون أخضر اللي هو كما لون الدلع، ونخلط كذلك جيدا. ونتمنى حبوباتي تعجبكم هذه الوصفة، وأحبابي وأصدقائي وإخواني وأخواتي الأعزاء، نتمنى تعجبكم هذه التحلية أو الكيكة وتكون في الحسن الظن تاعكم. وإن شاء الله نحاولوا ما نغيبوش عليكم، وإن شاء الله تكون تحليات وكيكات وأكلات هايلين في هذا الصيف. يعني لابد لابد اتبعوا الوصفات والأكلات ورايحة يعجبكم إن شاء الله. كما تشوفوا الطبقة الثالثة راح نخليها في الثلاجة حتى تتماسك لينا تماما، وراح نقلبها في الطاس تاعي كما شفتوا. وإن شاء الله تعجبكم هذه التحلية أو الكيكة، وأكيد راح تعجبكم بنينة 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 من أروع ما يكون. ونتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب، أعوذ بك من يوم لا حياة فيه ومن نوم لا راحة فيه. اللهم إني أعوذ بك من يوم صباحه كمسائه وليله كنهاره، أعوذ بك من الحزن بعد الفرح والانقطاع بعد التعود. اللهم إني أعوذ بك من شر الآخرين وحقدهم وحسدهم وكيدهم، ومن ظلم من لا ذنب له، وأعوذ بك من ذلة السؤال وتقلب الأحوال. اللهم إني أعوذ بك من وفاة الروح قبل وفاة الجسد. اللهم آمين. اللهم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب، أعوذ بك من يوم لا حياة فيه ومن نوم لا راحة فيه. اللهم إني أعوذ بك من يوم صباحه كمسائه وليله كنهاره، أعوذ بك من الحزن بعد الفرح والانقطاع بعد التعود. اللهم إني أعوذ بك من شر الآخرين وحقدهم.